الله معكم أحبائي بيوم السبت من أسبوع الحواريين. كلمة رجاء لنا بإنجيل اليوم، ففرح التلاميذ عندما شاهدوا الرب. كلمة رجاء تدعيني اختار بين فرح اللقاء بالرب وشك توما. كلمة رجاء بتقلك الشك ممكن يبعدك عن الله، بينما إيمانك بالرب القائم من الموت بيقودك نحو مسيرة جديدة معه، تتركز على البشارة وإعلان عظمة الله. المسيح قام ونحن شهود على هذه القيامة.